مرحبا بكم، هنا المحور الإنساني، وهنا حديث عن المناهج المدرسية. لكن قبل ذلك نريد أن يعني نتحدث بعجالة عن المحور الإنساني. المحور الإنساني تأسس في 14/10/2015 للمحور مجلس إدارة دولي وإداريون مكتبيون وميدانيون وهيئة استشارية دولية. أعلن المحور الإنساني عن انطلاقته من شمال إفريقيا، واختار الجزائر البلد الذي أعلن منه الانطلاقة، ثم أقام عدة أنشطة بدأها بحفل إشهاره الذي تم في الأردن، ثم أقام أنشطة أخرى في غير دولة، يعني في أكثر من دولة، منها كما قلنا الجزائر، هناك مصر، هناك الكويت، هناك سلطنة عمان، بولندا، أوكرانيا وغيرها من الدول. والمقر الرئيسي للمحور الإنساني يقع في العاصمة الأردنية عمان، في جبل يسمى جبل الويبدة، وهو جبل يعني قديم ومعروف بأنه جبل ثقافي أو منطقة ثقافية. أيضا لابد بالإشارة إلى أن المحور الإنساني عقد مؤتمرا دوليا قبل أشهر لمعالجة التسرب من المدرسة، وبعنوان التسرب من المدرسة الوقاية والعلاج، برعاية وزير التربية والتعليم في الأردن. وهذا المؤتمر كان مؤتمرا دوليا بكل معنى الكلمة، حيث شاركت به دول عربية ودول أوروبية، نظرا لأهمية مسألة التسرب من المدرسة في هذا الزمان الذي نعيشه، ونظرا لخطورة هذه المسألة على المجتمعات كما تعلمون. ننتقل الآن إلى الحديث عن المناهج المدرسية كما هو الموضوع الذي سنتناوله بإيجاز. أولا، عندما نقول منهاج، ينبغي علينا أن نلاحظ أن أهمية المنهاج المدرسي تبدأ من الغلاف، من غلاف الكتاب. يجب أن يكون هذا الغلاف يعني يتوفر على مستويات وميزات، منها أن يكون جاذبا للطفل منذ البداية، منذ أن ينظر إلى غلافه يجب أن ينجذب إليه. إذن أيضا يجب أن ننتبه إلى مسألة المحتوى، أن هذا المحتوى يكون مراعيا للفئة العمرية المتوجه إليها هذا المنهاج. وأيضا الحجم، حجم هذا المنهاج، بحيث ما يكون كبير، أو الكتاب المأخوذ من المنهاج. أيضا العنوان يجب أن يكون، عناوين المناهج المدرسية يجب أن تكون جاذبة للطلبة، فهناك عناوين منفرة كما تعلمون، أو عناوين يعني لا تجذب الإنسان. لكن عندما يصاغ العنوان أو يوضع العنوان بطريقة جاذبة، فإن هذا يساهم في جذب هذا الـ أو في جذب الطلبة إلى المنهج. أيضا هناك حديث، الآن نحن في هذا الزمان كل شيء بدأ يتحوسب، فلا بد من الحديث عن حوسبة هذه المناهج. طبعا نحن نعني بالحوسبة تحويل المعلومات النصية أو الحرفية الموجودة في الكتب إلى معلومات إلكترونية، طبعا على جهاز الحاسوب. ولذلك يمكن أن أيضا نقول أنه الكتاب هو حلق، الكتاب يعني بمعنى المنهاج هنا هو حلقة وصل وجسر يمتد بين الطالب والحاسوب، فيربط أولهما بثانيهما ربطا معرفيا مهاريا. طيب، إدخال الحاسوب في مجال التعليم له أهمية كبيرة، من حيث أنه ساعد على الارتقاء بعملية التعليم، أيضا أثر على نفسية الطلاب أو الطلبة وشد انتباههم لهذا الأسلوب المتحضر، لأنه كما تعلمون خلاص الحاسوب الآن دخل، أو الحوسبة دخلت كل مناحي حياتنا. أيضا يساعد على فهم المواد المختلفة بسبب استعمال عدة حواس في التعليم. نعم، الحاسوب يساعد على هذا. طيب، إذن دعونا نتحدث الآن عن إيجابيات وسلبيات المناهج المحوسبة. من إيجابيات المناهج المحوسبة
سهولة الحصول على المعلومات واسترجاعها، هذا أولا. ثانيا العمل على ترسيخ المعلومة عند الطالب باستعمال أكثر من حاسة في التعلم. طيب ثالثا إعداد نواة من الجيل المعتمد على المعلوماتية والقادر على تلبية متطلبات العصر. رابعا إذن تشويق الطالب إلى الحصة، وذلك بفعل الحركة والألوان وأوراق العمل التي تضفي على المعلومة سهولة في فهمها وحفظها. أيضا أو ممكن أن نقول خامسا، تجعل لدى الطالب نوع من أنواع الانفتاح على تطورات الثقافة والعلم والتجارب المحلية وغير المحلية. أيضا هناك يعطي هذا الطالب المجال الأكبر في النقاش، بالإضافة إلى التغلب على الانتقاص من قيمة الآخرين وما إلى ذلك. قد يكون بديلا في حالة التجارب الصعبة أو المعقدة والتي يتعذر أدائها داخل المدرسة. يعني هناك حالات يمكن أن يتعذر داخل المدرسة فيكون المنهاج المحوسب بديل، وأنتم تعلمون ما يمر به الآن كثير من مناطق العالم والعالم العربي من صراعات ونزاعات، فيمكن في هذه الحالة أن يكون المنهاج المحوسب يعني بديل، في يعني مساند في البيت أو غير ذلك. أيضا يساهم في توفير الوقت، لأن الوسيلة البصرية والحسية تعتبر بديلا عن كثير من الأمور. طب سلبيات المناهج المحوسبة، من سلبياتها التوسيع من حسن الخط ومهارات الكتابة لكثرة استخدام لوحة المفاتيح أو الكيبورد. أيضا من سلبياتها وجود اختلاف في المواد المحوسبة عن المادة المطبوعة، مما يؤدي أحيانا إلى تشتت ذهن الطالب وعدم قدرته على اعتماد مصدر واحد للدراسة. أيضا من سلبياته أنه يقلل الدور التربوي للمعلم. أيضا من سلبياته أنه أحيانا يؤثر على صحة الطالب بسبب أنه الحاسوب له تأثيرات صحية فيما يتعلق بإضاءته وما إلى ذلك، وأيضا يقلل من المهارات اليدوية كما قلنا التي يعتمد عليها، يعني يجب أن يعتمد عليها الطلاب. وأحيانا هناك خشية من يعني تشجيع الطلاب على الانعزال، أنه أنت يعني في الحاسوب تكون منعزل ووحدك وما إلى ذلك وتجري. لكن حتى يعني نعمم الفائدة بشكل أقوى، أريد أن أضع أو ألخص ما تحدثنا به على شكل أسئلة. إذن السؤال الأول، تعني المناهج المحوسبة ألف تحويل المعلومات النصية إلى إلكترونية، باء تحويل المعلومات الإلكترونية إلى نصية، جيم وضع المنهاج على جهاز الحاسوب، دال جميع ما ذكر. طبعا الجواب ألف تحويل المعلومات النصية إلى إلكترونية، هذا ما تعنيه المناهج المحوسبة. طيب السؤال الثاني، من إيجابيات المناهج المحوسبة ألف سهولة الحصول على المعلومات، باء إعداد جيل قادر على تلبية متطلبات العصر، جيم تشويق الطالب للحصة بفعل الحركة والألوان، دال جميع ما ذكر. طبعا الجواب دال جميع ما ذكر. طيب السؤال الثالث، من سلبيات المناهج المحوسبة ألف تقليل الدور التربوي للمعلم، باء التأثيرات الصحية للحاسوب على جسم الطالب، جيم تقليل المهارات اليدوية للطالب، دال جميع ما ذكر. الجواب دال جميع ما ذكر. السؤال الرابع، هل من الضروري الاهتمام بشكل الغلاف؟ ألف نعم، باء لا. الجواب ألف نعم، من الضروري الاهتمام بشكل الغلاف، لأننا كما قلنا الغلاف يجذب الطلبة إذا كان جميلا إليه. خامسا أو السؤال الخامس، من مواصفات عنوان الكتاب أن يكون دالا على المحتوى، باء أن يكون جاذبا للطالب، جيم طويل، دال ألف زائد باء. طبعا الجواب ألف زائد باء، أن يكون دالا على المحتوى وأن يكون جاذبا للطالب. في النهاية فقط أريد أن أحرك الكاميرا قليلا، لأني كما قلت لكم نحن نصور من هنا من داخل
مقر المحور الإنساني، والمحور الإنساني يضم مكتبة كبيرة بها أكثر من 1000 كتاب. لكن اختصارا للوقت نريد أن نتمنى لكم التوفيق ونقول لكم إلى اللقاء.